نرجع لمرجوعنا على فرقتنا ان شاء الله يلا توكلنا في على كاس الله. العالم للانديه. طبعا الناس كلها متوقعه ان احنا هنلاعب فرقه جي ليج دي، وان الجي ليج دي هتبقى فرقه قويه جدا علينا. هي طبعا بالتاكيد هم بيلعب في ده، في يعني جي ليج عشان نوصفه برضه للجمهور، ده الصف الثاني بتاع الام بي اي. الجي ليج هي لعيبه كلها بتلعب على مدار السنه على احتمالات ان يبقى في اي اصابه في اثناء يشلكت على طول. السبيس سيلكت من الجي ليج، يعني تبقى فرق تبع الفرق، كل السبونسرنج بتاعها بتاع الفرق بتاعت الام بي اي بتعمل سبونسرنج للفرق الجي ليج. ممتاز. اللعيبه بتبقى الطابع بتاعها طابع فردي، يعني ما بقاش طابع جماعي قوي في مبارياتهم. ليه؟ لان كل واحد عايز يظهر امكانياته، فكل واحد بيبقى اناني شويه، عايز ياخد الكره مع نفسه كتير، عايز عايز يلعب يعلي اكتر، عايز ارقامه. يعلي ارقامه، فما بتلاقوش لعب منظم قوي. بس هما كامكانيات لعيبه لازم طبعا نؤكد ان امكانيات لعيبه عاليه جدا، يعني كلعيبه باسكت بول لعيبه متكامله، يعني لعيبه هتلاقي الباسنج عندهم عالي، وهتلاقي الدريبلينج عالي، هتلاقي الشوتينج عالي، هتلاقي كل نسبهم عاليه، لان هو دايما عايز يعلم من نفسه، لانه بيدور على التذكره النهائيه للان بي اي، ان النهارده لو ظهر بمستوى جيد بيطلع ياخد عقد كبير في الان بي اي. طبعا احنا كفرقه النادي الاهلي احنا لسه طبعا مخلصين كاس العالم للدول. الحمد لله مصر لعبت بشكل جيد، ظهرنا بمستوى جيد. راضي عن اداء المنتخب في كاس العالم يا كابتن هاني؟ راضي عن اداء بعض اللعيبه كفردي، كان ممكن نعمل احسن، بس اجمالا لا شكلنا كويس. ابتدينا نبقى ند مع دول اعلى قوي. مننا كتير، قربنا المسافات، يعني النهارده الجيم جيم انت بتلعب، فاهم يعني؟ لعيبتك بقت عندها الجرأه انها تبقى موجوده جوه الملعب وبتنافس. في فرق بقى بتتفوق عليك، يعني خلاص طبعا نسبهم اعلى، اطوالهم اعلى، درجه ثقافتهم في كره السله اعلى مننا شويه، استعدادهم للكاس العالم كان بيبقى اعلى. اعلى اعلى كتير. هم طبعا جايين من دواري اعلى من دوارينا كتير، فبتلاقي ان هو عنده التالنت بتاعت كره السله او الطموح للفوز اعلى من عندنا احنا. احنا برضو بس احنا على السكه، مش بنقول ان احنا بعيد، بس قربنا. يعني النهارده لو نبص على نتائج كاس العالم، يعني يمكن اول مره مصر تكسب ماتشين في كاس العالم. اخر ماتش كسبناه كنت انا بلعب سنه 94 كانت يعني. كندا، كان في كندا. بعد كده يعني ده اول انجاز لمصر ان نلعب ماتشين ونكسبهم في كاس العالم. انت كسبت المكسيك وكسبت الاردن. الاردن يعني الاردن في التصنيف اعلى مننا كتير على فكره. صحيح انا عارف. يعني الاردن رقمها 30 في لان هي التصنيف عالميا، بقى لها فتره بتحقق نتائج كويسه في اسيا، فعلى التصنيف وليهم تصنيف عالي. بالظبط. يعني هم تصنيفهم رقمهم 30 او 32 حاجه زي كده، واحنا حاجه و40 كتصنيف عالمي. انت تفوزهم يعني معنى كده تفوز على فرقه تصنيف فرقه عالمي. تصنيفها اعلى منك. صحيح. فانت اصلا التصنيف ده قفزت فيه 14 نمره بعد كاس العالم. صحيح. كمصر يعني، فحاجه كويسه بالنسبه لنا احنا كبتوع باسكت بول، بنحب ان دايما نشوف مصر تكون بتادي بشكل جيد. يعني النادي الاهلي عنده فرقه قوامها محترم جدا جدا، نقدر في اي حته، يعني ما مش خارج المنافسه زي ما الناس متوقعه ان احنا رايحين خارج المنافسه. لا بالعكس، احنا فرقتنا كويسه، فرقتنا منظمه، لو لعبنا ديفنس منظم وطلعنا منه يعني وتحكمنا في التيمبو بتاع المباراه، مع خاصه مع الجي ليج. الجي ليج هيبقى عايز شويه هرجله، عايز شويه سرعه، عايز شويه يبقى الدنيا عنده سريعه، هيعلي التيمبو، عايز يعلي التيمبو باي شكل. لو انت قدرت تسيطر على التيمبو ده وتهدي الجيم، ماتش هيمشي كويس، ماتش هيمشي كويس. وهم عملوا غلطات كتير لان هم مش واخدين على تنظيم اللعب العالي، لان هم مش واخدين على باصات كتير. يعني هم بالعكس كل لعيب منهم هيبقى عايز ياخد الكوره ويبص على الباسكت ويروح، لعيب عايز يوري نفسه. صحيح. احنا لو لعبنا بشكل منظم هنقدر نطلع اللي عندنا، والجيم هيبقى في الملعب مش بعيد. يعني النهارده ان هم بنستثنى ان انا بالعكس اخاف من يعني من الفرقه بتاعت المانيا اكتر. يعني النهارده المانيا بالنسبه لي انا حتى يعني يمكن انا توقعت ان المانيا توصل فاينل، هيكون لها شان كبير. انا حتى يعني حصل. اسال الزملاء. لا 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 انا سمعت بنفسي وشفت تحليلات حضرتك على انا قايل على الفيسبوك ليه، انا شفت المانيا قبل كاس العالم.